اشتركي على الفيسبوك نور أريبيا. خلينا إذا رح نبدأ بالسلطة آلما. أيوة. يلا سلطة المعكرونة بصلصة الإيران. رح نحتاج لنص باكيت معكرونة ملونة، حلزونية ومسلوقة، حبة متوسطة فليفلة أخضر حلو، فليفلة حمراء حلوة، وكمان رح نحتاج لفليفلة صفراء حلوة، وكوب من الفاصوليا الحمراء، وكوب ذرة. أيضا رح نحتاج لحبة جزر، ومعلقة طعام من النعنع الناشف، ومعلقة طعام من زيت الزيتون، عصير ليمونة واحدة، ومعلقة طعام من الخل، كوب صلصة الرانش ومايونيز معلقتين، سيزر كريم بمقدار معلقتين طعام، ملح حسب الرغبة، وخلطة الثوم والأعشاب من كنور. يلا لما هلا رح نبلش بالمعكرونة. هلا انت مختارة المعكرونة الملونة. سلقتيها عادي؟ بالضبط، وحطيت معها شوية زيت عشان هيك تعطي اللمعة. اكيد. بس هلا رح نعمل المعكرونة مثل قاعدة ونحط الخضار فوقها والدريسنج هلا بنعمله. يا عيني عليكي. طب اذا هيك انت هلا رح تحطي طبقات من المعكرونة والخضار اللي عندنا، طبعا بنقدر نخلطهم بس انت حابة تخليهم بهاي الطريقة. وبعدين الدريسنج او الصوص هو عبارة عن السيزر صوص الجاهز والرانش، مايونيز وزيت وليمون وخل وخل وخلطة ال بس بكفي هدول. اوكي هلا حطيناهم كقاعده. هلا بنبلش نحط الفليفله زي ما بدنا احنا، شو حابين نزين. انا حابه هيك اعملهم بشكل انه احنا طولي. ما حنخلط السلطه هلا. بالضبط. كيفك انت والسلطات دانا؟ بتحبي السلطات؟ انا كثير بحبهم بس مش شاطره فيهم، يعني انا عشان بحب تعرفي في شغله بحب اكل الاكل الدسم، يعني بحب ادخل في الموضوع على طول. شوفي السلطات والسندويشات انا بسميهم السهل الممتنع. بالضبط، لانه في كثير ناس اجت فتره كنت كثير اعمل مرات ناس يعلقوا انه هي سلطه سلطه، بقول لهم السلطه فيها كثير صعوبه. انك تطلعيها بطريقه تكون مش انه بس خضار مخلوطه، يكون فيها مختلف. فن يكون الدريسنج فيه فن، خصوصا كمان السندويشات. فهدول بلاقيهم انا السهل الممتنع. الطبخه اي حدا بيقدر يطبقها على الهواء، هدول اللي فيهم شويه هيك حركات ممكن تزكيهم. مثلا شوفي كيف عم تعملهم لما. انت بتحبي السلطه قديمه؟ انا السلطه اساسيه، يعني انا ما في ولا وجبه اكل ببلشها الا لازم ابلش بالسلطه. مستحيل لو اشهى اكل بالدنيا لا قدامي لازم ابلش بصحن سلطه. لما كيفك انت والسلطه؟ برضو كتير بحبها عشان هيك عم تتفنن يعني. هلا شوفي الفن، حط الفليفله الصفراء. بعدين بحسها بتلفت النظر، يعني انت اذا عامله سلطه مميزه بالزبط. غير عن اللي متعودين نشوفه بالعزايم او على السفره. حط هون كمان عشان بدي احط هلا الجزر، رح احطه مثل السنتر تبع السلطه هيك. واو حلو شكلها هيك. هيك صح بكفي؟ بكفي. أوكي. هلا احنا رح نخلي الدريسنج على الجنب عشان ما نخبي شكل الالوان. بالضبط. بس شوفي ما احلام كيف طلعوا دانا. هاتي نصها لك. صح ايوه. بمسح لك اياه انا وبحط لك اياه. وخليني احضر الدريسنج. اوكي. هلا رح نعمل الصلصه لل بالضبط. اول شيء دانا حنحط الزيت الزيتون تقريبا معلقه. حنحط الخل تقريبا كمان معلقه. خل شو مستخدمه؟ خل الابيض للسلطه. ليمون تقريبا ليمونه، عصير ليمونه. لانه الرانش والسيزر شوي سماك. بالضبط، بدنا شيء يعطيهم شيء يطريهم. صح. والنعنع الناشف كمان رشه تقريبا. حلو. هلا حنحط سيزر كريم. هلا في حال ما تواجدت الاناني لانه شويه مش دائما بلاقوهم ومرات شوي غاليين الصراحه. انا عملت برضو سيزر صوص وعملت رانش دريسنج دانا، موجودين على موقع رؤيه بسلطات لإلي. هم عباره عن بيكون مايونيز مع شويه ماسترد مع شويه شغلات، ف يعني يا بجيبوهم اناني يا اما بيعملوا الصوص هم. وهلا المايونيز برضو مايونيز عادي. ياي انا هدول الصوص بالسلطه بحبهم. بحبها تكون هيك رنيه. طبعا رشه الملح برضو حسب الرغبه. اكيد. هاي المغلى حطيتي ولا لا؟ لسه مغلف توابل. فتحت لك يا توم التوابل. هاي مفتوح من الجنب، نزلي اذا بدك. هو قد ايه بدك تحطي؟ معلقه تقريبا. ايوه
بس بكفي. هيك بتعطيها نكهة، بس هي شوي حرة، فدائما أنا بقول لما منضيف التوابل خلطات التوابل من كنور، إذا مش للدجاج إذا للسلطات، انتبهوا إنه شوي حرة فيها هيك شوية، وما نكتر ملح كمان لأنه هي بتكون مالحة. هدول لك إياها يا حبيبي. ممتازة. ديما في إشي وعطيني فيه ما عملتي. إيش هو حبيبتي قولي لي؟ الفريك مع الكريمة. تعرف مع كريمة أوكي. ما عملناها. لا ما عملناها، بس لأنه بعد ما حكينا عن الفريكة تاني يوم إجا حدا طبخ فريكة، منى فرهود إجت. أنا عملتها. فعشان هيك كنتي معنا. صح. أنا اللي عملت. صح أنت اللي عملت الصورة. فعشان هيك قلت لا ما رح أعمل فريكة. طيب إمتى عشان أكون عارفة بس هيك أرتب أموري مع الإعداد. هلا أحكي لك أنا إيش المشكلة، إني أنا مسلمة طبخاتي، يعني عندي سكجول مسلم لك لرؤية. لا لا. لا خلص نهار. لا هو لشهر 4، هلا بشهر 5 لسه ما سلمتهم تبع شهر 5، فبركي بحطها فيهم. طيب في بداية شهر 5 إن شاء الله. هلا الدريسنج حطينا دانا على جنب. ايوه عشان نحافظ على شكل السلطه يضل هيك فريش. يا عيني يا فريش. يس. نحط لك شويه هيك فلفل عليها عشان نلونها. وجزر بدك؟ جزر هاي فلفل اذا بدك. جزر شويه صغيره بس هيك. اوكي نلونها. اذا هاي الدريسنج تبعت السلطه دانا. تمام.